رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال فعاليات المؤتمر الدولي 12 لمناهضة العنف ضد المرأة، دعا مجلس النواب ورئاسة الجمهورية إلى الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات، مؤكدا أن مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته الحكومة لا يزال في إطار الشد والجذب في البرلمان. مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي قدمته حكومتي إلى البرلمان العراقي الموقر ما زال ينال الشد والجذب. لماذا يقف من يقف عائقا تحت أي مبرر أمام انصاف المرأة ومنحها ما تستحق والتعاطي معها كنصف حقيقي في المجتمع وأكثر؟ المرأة نصف المجتمع في الخطابات الرنانة وليس في القوانين. المرأة نصف المجتمع في التصريحات الصحفية ولكن ليس في الممارسات الأخلاقية. المرأة نصف المجتمع في الشعر ولكنها ليس حتى في منزلها. ليس من باب التمييز بل كواقع حال، عندما نقول المرأة العراقية يجب أن لا ننسى أن المرأة العراقية صانت مجتمعنا، رعتنا في زمن الحروب الطاعنة المجنونة الملعونة، وصانت سقوف منازلنا في زمن الحصار، وصانت الوحدة الوطنية أمام انفلات الطائفية، وما زالت تدعم العراق وطنا بيتا أرضا تاريخا رغم كل التحديات. هذه هي المرأة العراقية. لا أشك لحظة أن نسب دعم الدولة ورفض العنف والدفاع عن وحدة العراق ورفض السلاح هي من صفات المرأة. أكرر، لا أشك لحظة أن نسب دعم المرأة للدولة ورفض العنف والدفاع عن وحدة العراق ورفض السلاح المنفلت تشمل غالبية العظمى من نساء العراق وأكثر بكثير من الرجال.